أنا عشت طفولة مشردة. شهادة لله، احنا شكلنا كده ظلمنا أبويا. أنا دخلت السجن بنفس السبب اللي أنت هتخش بيه السجن إن شاء الله. مال الدنيا اسودت كده ليه؟ أنا راجل عصامي، عملت نفسي بإيدي وعرقي. اكتشفت إنه ما كانش معاه مؤهل أساسا، وإن انتحل شخصيات تانية كتير. أنا مهمش ابن مهمشة. تفسرت؟ احنا معانا ما يثبت انه منتحل اسم غير اسمه، وبالتالي الاسم غير حقيقي. هو اسمه ايه؟ مين يا فندم؟ انا اسمي ايه؟ هو الراجل ده ممكن يطلع ابويا وانا نسيت ولا ايه؟